وقبل ما اشرح البروتين ميتابوليزم لازم افكركم شويه كده بالبروتين كيمستري اللي خدناه السنه اللي فاتت، وهقعد معاكم ربع تلت ساعه كده اشرح لكم فقط بروتين كيمستري اللي خدناه في سنه اولى. وهسال في الاول واقول ايه السمبل يونت اوف بروتين؟ امينو اسيد. جميل جدا. السمبل يونت اوف بروتين يا جماعه اسمه امينو اسيد. ولو حبيت ارسم الجنرال فورمولا بتاع اي امينو اسيد، ده عباره عن ار سي اتش ان اتش 2 سي او اتش. وخلي بالكو الامينو اسيد ده لما باجي بسميه الفا امينو اسيد. عارفين ليه الفا؟ لان الامينو جروب دي اتاتشد للالفا كربون. فاكرين يعني ايه الفا كربون؟ دي اول كربونه بعد الكربوكسي جروب. يبقى الامينو اسيد الذي يدخل في تركيب البروتين واللي مهم في جسمي لازم يكون الفا امينو اسيد. وكلمه الفا امينو اسيد يعني الامينو جروب شبكه في الالفا كربون. طيب السؤال اللي بعد كده، لو سالتكم كام امينو اسيد بيدخلوا في تركيب البروتين تجاوبوا تقولوا 20 امينو اسيد. يبقى في 20 امينو اسيد يدخلوا في تركيب البروتين. خلي بالكم الامينو اسيد اللي موجوده في جسمي كتير قوي قوي، اكتر من 20، لكن الذي يدخل في تركيب البروتين فقط 20 امينو اسيد. الباقيين موجودين في جسمي لكن لا يدخلوا في تركيب البروتين. في ناس تقول لا مش 20 امينو اسيد، دول 19 امينو اسيد وان امينو اسيد. يا ترى هو ايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين كلمه امينو وكلمه امينو اسيد؟ قال لك والله الامينو اسيد اللي فيهم ان اتش 2 اللي هي امينو جروب دي اسميهم امينو اسيد، والامينو اللي فيهم ان اتش امينو جروب. في واحد بس يحتوي على امينو جروب واسمه امينو اسيد ويسمى برولين. ايوه فعلا ده اللي اسمه امينو اسيد. طيب عشان هم 20 امينو اسيد وعشان هم كتير قوي، بقسم الامينو اسيد باكتر من نوع من كلاسيفيكيشن. بقسمهم اربعه كلاسيفيكيشن يا جماعه. في كلاسيفيكيشن اسمها كيميكال كلاسيفيكيشن على حسب الكيمستري، وفي كلاسيفيكيشن على حسب البولاريتي، وفي حاجه اسمها نيوتريشنال كلاسيفيكيشن بقسمهم الى اسينشال ونون اسينشال وسيمي اسينشال، وفي كلاسيفيكيشن اسمها ميتابوليك كلاسيفيكيشن على حسب الميتابوليك فيت بتاعهم في جسمي. هقول النهارده الكيميكال كلاسيفيكيشن. الكيميكال كلاسيفيكيشن بقسم الامينو اسيد الى 3 كاتيجوريز على حسب الكيمستري. في نوع اسميه كيميكال اسميه الفاتيك امينو اسيد، والنوع الثاني اسميه اروماتيك امينو اسيد، والثالث اسميه هيتيرو سايكليك امينو اسيد. خلي بالك كلمه الفاتيك يعني كونتين نو رينجز، يعني الكربونز والهيدروجين عاملين لاين لينير ما فيهمش اي رينجز. اما كلمه اروماتيك يعني كونتين بنزين رينج، كلمه هيتيرو يعني مختلف، وسايكل يعني رينج، فهيتيرو سايكليك يعني كونتين ذا رينج راذر ذان ذا بنزين رينج. الالفاتيك يا جماعه بقسمهم الفاتيك ساده والفاتيك زياده. يعني ايه ساده يعني ايه زياده؟ قال لك لو بصيت للجنرال فورمولا بتاع اي امينو اسيد هلاقي فيه كام كربوكسيل جروب؟ واحده. ودي اسيدك ولا بيز جروب؟ اسيدك. وكام امينو جروب؟ واحده. ودي اسيدك ولا بيزك؟ يعني ثيوريتيكالي اي امينو اسيد في واحده كربوكسيل اسيدك وفي واحده امينو بيزك، يعني كانه متعادل. فقال لك الالفاتيك الساده هو امينو اسيد في واحده كربوكسيل وفي واحده امينو ودون اضافات، يعني متعادل. زي ايه الالفاتيك الساده؟ قال لك زي اصغر امينو اسيد في التاريخ اسمه جلايسين، وكمان يا الاء الانين، وفي جروب اسمه برانشد تشين امينو اسيد. برانشد يعني عاملين برانشنج في الفورمولا بتاعتهم، مفيش رينج لكن في برانشنج. البرانشد تشين امينو اسيد ثلاثه تحفظهم زي اسمك، واحد اسمه فالين والتاني اسمه ليوسين والتالت اسمه ايزوليوسين. ويا جماعه الجلايسين والالانين والفالين والليوسين والايزوليوسين اسمهم الفاتيك ساده، يعني كل امينو اسيد واحده كربوكسيل وواحده امينو دون اضافات
والثيوريتيكالي نظريا نيوترال. طيب جميل جدا جدا جدا. ندخل للالفاتيك بقى زيادة. قال لك زيادة ايه؟ قال لك ممكن يكون زيادة او اتش فاسميهم هيدروكسي امينو اسيد. زيادة او اتش بسموهم ايه؟ هيدروكسي امينو اسيد. زي ايه الهيدروكسي امينو اسيد يا شيرين؟ ايوه زي السيرين. قال لك السيرين ده الاصلي ده الياباني، لكن الصين بتقلد، ولما تقلد اي حاجه تحط قبلها هومو، فالتقليدي بقى اسمه ايه؟ هومو سيرين. ولما احب اشتري اشتري الاصلي ولا الصين التقليد؟ فالهومو سيرين داز نوت انتر ان ذا ستراكشر اوف بروتين، ده مش من العشرين، ده ما بيدخلش في تكوين البروتين. السيرين يدخل، هومو سيرين لا يدخل. ايه كمان؟ قال لك في واحد اسمه سيريونين. اسمه ايه؟ سيريونين. ده برضه هيدروكسي امينو اسيد، ودول زياده او اتش اسمهم هيدروكسي امينو اسيد. في زياده بس زياده سلفر بقى، اسميهم سلفر كونتيننج امينو اسيد. زي مين؟ زي السيستين، وده الاصل الياباني. التقليد بتاعه هومو سيستين. هل هومو سيستين يدخل في تركيب البروتين؟ لا يدخل. طيب لو سالني في الامتحان وقال لي ليه هومو سيرين وليه هومو سيستين داز نوت انتر ان ستراكشر اوف بروتين؟ خدنا السنه اللي فاتت، لان ليس لهما كودونز. فاكرين الكودونز بتاع السنه اللي فاتت؟ فاكرين الام ار ان عليه كودونز وريبوزوم يقرا الكودون ويجيب الامينو اسيد المقابل؟ مفيش كودونز لا هومو سيرين ولا الهومو سيستين. يبقى اجيبهم منين؟ يبقى الهومو سيرين والهومو سيستين ما بيدخلوش في تركيب البروتين لان ليس لهما كودونز. طيب جميل. ايه كمان السلفر كونتيننج امينو اسيد؟ بص معايا، لو هرسم السيستين هرسمه كده CH2SH CHNH2COH، ده اسمه سيستين. طيب عايز ارسم واحد كمان وتقول لي الفرق ما بينهم، اهو CH2SH CHNH2COH، ايه الفرق ما بين ده وبين ده؟ مفيش فرق، ده سيستين وده سيستين، مفيش فرق. السلفر يا جماعه الفيلنس بتاعه كام؟ 2، 4 في عينك هما 2. السلفر الفيلنس بتاعه 2، شابك اهو مع السي ومع الاتش، وهنا شابك مع السي ومع الاتش، ده سلفر وده سلفر. يقول لي يا عم انت سلفر وانا سلفر، ليه نجيب حاجه من بره؟ ايه لازمه الهيدروجين ده؟ ما نشيل الهيدروجين ده خالص ونرتبط مع بعض احنا الاثنين ببوند بالطريقه دي. البوند اللي ما بين سلفر وسلفر اسمها ايه؟ داي سلفايد. البوند دي خلاص بقى اسمها داي سلفايد بوند ما بين سلفر وسلفر. وكده شبكت سيستين في سيستين وعملت سيستين. ايوه، يبقى السيستين ده سلفر كونتيننج امينو اسيد. خلي بالك السيستين ده فيه كام كربوكسيل جروب؟ 2. وفي كام امينو جروب؟ 2. طيب نيوترال ولا استيك ولا بيزك؟ نيوترال. ما كلهم فيهم واحده كربوكسيل واحده امينو فنيوترال. ده في 2 كربوكسيل لكن قصادهم 2 امينو فستيل نيوترال. فلو قال لي مين الامينو اسيد اللي داي امينو وداي كربوكسيليك هو مين؟ سيستين. والسيستين ده سلفر كونتيننج امينو اسيد. في كمان واحد برضه سلفر كونتيننج امينو اسيد اسمه ميثايونين. اسمه ايه؟ ميثايونين. يبقى السلفر كونتيننج امينو اسيد السيستين والتقليد بتاعه هومو سيستين، والسيستين ده 2 سيستين شابكين مع بعض، والميثايونين. طيب جميل. ندخل بقى في اليفاتيك امينو اسيد زياده برضو، ولكن زياده كربوكسيل جروب. زياده ايه؟ كربوكسيل جروب، يعني مونو امينو داي كربوكسيليك. دي ستيل نيوترال ولا بقت اسيدك؟ ايوه، دي بقت زياده كربوكسيل، يعني بقى فيها 2 كربوكسيل وواحده امينو. لا، بقت اسيدك امينو اسيد، والاسيدك امينو اسيد 2، واحد اسمه اسبارتيك اسيد، ينفع اسميه اسبارتيت. طبعا اسبارتيك اسيد هي اسبارتيت، لان اي اسيد موجود في جسمي في صوره سولت اسيتيك اسيد اسميه اسيتيت، سلفوريك اسيد اسميه سلفيت، فوسفوريك اسيد فوسفيت، اسبارتيك اسيد
اسبارتيت. فاسبارتيك اسيد هي اسبارتيت. والتاني اسمه جلوتاميك اسيد. ينفع اسميه جلوتاميك؟ اه طبعا ينفع اسميه جلوتاميك. يبقى الاسبارتيك اسيد والجلوتاميك اسيد دول اسيديك امينو اسيد. ممكن اجيب منهم الايمايد فورم، ازود عليه امينو جروب ويبقى اسمه ايمايد فورم. والايمايد فورم بتاع الاسبارتيك اسمه اسباراجين، وبتاع جلوتاميك جلوتامين. خلي بالك الاسباراجين والجلوتامين مش اسيديك امينو اسيد، دول ايمايد فورم اوف اسيديك امينو اسيد. والاسباراجين والجلوتامين انتر ان ذا ستراكشر اوف بروتين، بيدخلوا في تركيب البروتين. الاسباراجين والجلوتامين دول ايمايد فورم اوف اسيديك امينو اسيد. طيب في كمان الفاتيك زياده، بس زياده امينو جروب. الله، دول بقوا داي امينو مونو كربوكسيليك. اسيديك ولا بيزك ولا نيوترال؟ دول بقوا بيزك امينو اسيد. زي مين البيزك امينو اسيد؟ عمر بيقعد في الامتحان لايس، وانتوا بتقعدوا ايه؟ لايسين. ايوه بس مش بقوا كيمستري. لا مش لايسين ولا حاجه. لايسين. واخوه اسمه ايه؟ هيدروكسي لايسين. وكمان ارجينين وكمان هيستيدين. كل دول اسمهم بيزك امينو اسيد، لايسين وهيدروكسي لايسين وارجينين وهيستيدين. طيب جميل. الاروماتيك بقى امينو اسيد، قال لك دول فيهم بنزين رينج. فيهم ايه؟ بنزين رينج. زي مين؟ قال لك في واحد اسمه فينايل الانين، وكمان واحد بيطير اسمه ايه؟ تيروزين والتريبتوفان. يبقى دول اسمهم اروماتيك امينو اسيد فيهم بنزين رينج، فينايل الانين، تيروزين وتريبتوفان. هيتيرو سايكليك، قال لك فيهم رينج غير البنزين. زي مين؟ قال لك اتنين قدام. في واحد اسمه هيستيدين، قلناه من شويه. قال لك ده في رينج اسمها اميدازول، هناخده بالتفصيل في الفورمولا. ده هيتيرو سايكليك. وكمان التريبتوفان في رينج اسمها اندول. وكمان الامينو اسيدز، مين هم الامينو اسيد؟ برولين. واخوه اسمه ايه؟ هيدروكسيبرولين. ودي يا جماعه اسمها كيميكال كلاسيفيكيشن. هختمها بسؤالين. لو قلت لك اول سؤال ايه الامينو اسيدز اللي دونت انتر ودونت بريزنت في الاستراكشر اوف بروتين؟ اسمع السؤال لاخره. ولو قلت لك ايه الامينو اسيد اللي دونت انتر بات بريزنت ان ذا ستراكشر اوف بروتين؟ يعني عايز امينو اسيد لا تدخل في تصنيع البروتين ولا تتواجد جوه البروتين، وعايز امينو اسيد لا تدخل ولكنها موجوده. مش فزوره ولا لغز. نسمع الاول اول اثنين اللي هم دونت انتر دونت بريزنت، اللي هم مين؟ برافو عليك، ده سؤال سهل. الهومو سيرين والهومو سيستين. لا انا ليس لهما كودونز. اللي جاوب السؤال ده بقى يبقى شاطر جدا ومرتب على الكليه. مين الامينو اسيد اللي دونت انتر بات بريزنت؟ اسبرجين وجلوتامين. لا اسبرجين وجلوتامين انتر وبريزنت. هيدروكسيبرولين وهيدروكسيبرولين. اكسلنت. هيدروكسيبرولين وكمان ايه؟ وكمان واحد سيستين. برافو عليك. يبقى اللي مش بيدخل ولكنه موجود مين هما؟ قال لك السيستين والهيدروكسيبرولين والهيدروكسيلايسين. بص معايا، مفيش كودون للسيستين، مفيش كودون ليه، ما بيدخلش. لكن بعد ما اعمل البروتين الاقي سيستين جنبه سيستين، اروح شايل الاتشات وشابكهم مع بعض بدايسلفايد. الله، ما في سيستين اهو، هو ما دخلش لكنه موجود. كمان يقول لك الهيدروكسيبرولين والهيدروكسيلايسين ما لهمش كودون برضه، ما بيدخلوش. لكن البرولين بيدخل واللايسين بيدخل. بعد ما يدخل جوه البروتين راح اعمل له ايه؟ هيدروكسيليشن، اضيف له OH، فالبرولين يبقى هيدروكسيبرولين واللايسين يبقى هيدروكسيلايسين. يبقى السيستين والهيدروكسيبرولين والهيدروكسيلايسين does not enter but present in the structure of protein. دي اسمها chemical classification اللي according to polarity واللي nutritional واللي metabolic. مش هقولها دلوقتي، هقولها في اثناء الشرح ان شاء الله.
لكن بعد كده عايز اتكلم عن حاجه مهمه قوي برضو في كيمستري سنه اولى، حاجه اسمها استراكشر اوف بروتين. في جمله شهيره مشهوره جدا 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 لازم تعرفوها قلناها السنه اللي فاتت، ان الشيب اوف بروتين از امبورتنت فور اتس فانكشن. يعني لا يعمل البروتين ولا يؤدي وظيفته الا اذا كان له شكل محدد، واذا فقد البروتين شكله فقد وظيفته. وازاي البروتين يكتسب شكل معين؟ قال لك اشكال البروتين، يا اما حاجه اسمها فايبرس طولي او ليفي، يا اما حاجه اسمها جلوبولار كروي. طب البروتين ده يوصل الشكل ده ازاي؟ قال لك في حاجات اسمها ستراكشر، برايمري ستراكشر وسكندري ستراكشر وتيرشري ستراكشر وكواترنري ستراكشر. فين الكلام ده؟ طيب جميل، عملت هذه الستراكشر والبروتين وصل لشكل معين، يا اما فايبرس يا اما جلوبولار. قال لك في حاجه بقى اسمها دي ناتوريشن. يعني ايه دي ناتوريشن؟ قال لك لوس of the organization of protein with breakdown of secondary tertiary quaternary. يعني فكيت البروتين تاني، اسمي ده denaturation. ايه الحاجات اللي تعمل denaturation؟ قال لك strong acid و strong base. ركز على دي، strong acid و strong ايه؟ base و temperature، ال high temperature زي boiling مثلا، وكمان لو في salt of heavy metal، كمان يا جماعة لو في reducing agent، لو في ديترجنت، كل الحاجات دي حاجات تعمل دي ناتوريشن للبروتين. بس ما تنساليش سترونج اسيد وسترونج بيز. انا خلاص خلصت المراجعه بتاعه السنه الاولى وهدخل معاكم في منهج سنه ثانيه ونتكلم مع بعض عن الميتابوليزم. اي شابتر جديد بنتكلم عنه يا جماعه لازم ابدا ايه هي الدايتري بروتينز، ايه الدايجيشن اوف بروتينز، ايه الابزوربشن اوف بروتين، ايه الفيت اوف ابزورب بروتين. لما اتكلمنا على الكربوهيدرات بدانا بنفس السيكونس، عن الليبل بنفس السيكونس، والبروتين بنفس السيكونس. ايه الدايتري بروتين؟ والله البروتين اللي اكله في الدايت يا اما جاي من بلان لو معكش فلوس واخر الشهر، ويا اما جاي من بروتين بقى لحمه وفراخ وسمك وبتاع لو اول الشهر والدنيا زي الفل. بقى انا وشيف يا عم اكلت البروتين، عايزين نعمل بقى دايجيشن للبروتين، هضم للبروتين اللي انا اكلته. قال لك والله هضم البروتين يحصل في مكان من اتنين، يا اما في انتستين يا اما في ستومك. نشوف مع بعض الاستومك ازاي تساهم في هضم البروتين. قال لك والله الاستومك بتطلع حاجتين في الادلت وثلاث حاجات في الانفنت. الاستومك في الادلت بتطلع HCL، وال HCL ده سترونج اسيد ولا مش سترونج اسيد؟ يعمل ديناتوريشن ولا مش ديناتوريشن؟ قال لك البروتين اللي اكلته بروتين موجود في مصر، يعني مايوسين، يعني مايوجلوبين، اي بروتين جلوبولر بالشكل ده. طيب وهو جلوبولر كده يسهل هضمه ولا يصعب هضمه؟ يصعب هضمه. فقال لك لازم اعمله ايه؟ دي ناتوريشن، اخليه لينير كده واعمل له انفولدنج. قال لك ده الاستومك بتطلع اتش سي ال مخصوص عشان تعمل دي ناتوريشن للبروتين اللي اكلته وتعمل له انفولدنج وتخليه لينير وتخلي كل البولي بيبتايد اتشين وكل البيبتايد بوند معرضه للاكشن اوف انزيمز. يبقى ده وظيفه ايه؟ الاتش اس ال. الاتش اس ال اللي بيطلع من الاستومك عشان يعمل ديناتوريشن وانفولدنج للبروتين ويخلي هضمه سهل. كمان يقول لك في خليه في الاستومك اسمها تشيف سيل، تشيف سيل اوف ذا ستومك. التشيف سيل اوف ذا ستومك بتطلع انزيم اسمه بيبسينوجين. اسمه ايه؟ اي حاجه عندنا في الكيمستري او في الطب عامه اخرها جن يبقى اكتف ولا انكتف؟ انكتف. يطلع البيبسينوجين يلاقي في الكافيتي اتش سي ال، الاتش سي ال يعمل له اكتيفيشن ويشيل منه حته بولي بيبتايد شين مغطيه الاكتف سايت، فيبقى الاكتف سايت بتاعه اكسبوزد ويبقى اسمه بيبسين اكتف. قال لك البيبسين يشتغل على البروتين ويكسر بيبتايد بوند. بص بقى معايا، قال لك والله
انا عندي اهو بروتين عبارة عن امينو اسيد كتيرة قوي قوي متشابكة مع بعض. يقول لك لو الانزيم بيكسر بيبتايد بوند ويطلع الامينو اسيد اللي على الطرف اسمي هذا الانزيم اكزو بيبتايديز. ما كلمة اكزو يعني من الطرف، بيكسر بيبتايد بوند ويعمل ريليز للامينو اسيد اللي على الطرف اسميه اكزو بيبتايديز. لو عندي انزيم بيكسر بيبتايد بوند في النص اسميه اكزو ولا اندو؟ اندو بيبتايديز. اول حاجة عايز اعرفها، البيبسين ده اكزو ولا اندو؟ قال لك اندو. البيبسين بيكسر من النص فاسميه اندو بيبتايديز. طب السؤال، هل البيبسين ده يكسر اي بيبتايد بوند؟ قال لك لا طبعا، ده ليه سبيسيفيسيتي. اسمع دي، يقول لك البيبسين بريك داون بيبتايد بوند بشرط ذا كاربوكسيل جروب اوف ويتش بيلونجز تو اروماتيك امينو اسيد. ايه الكلام ده؟ مش فاهم حاجه. هقول لك، اصل اي بيبتايد بوند بتحصل ما بين كاربوكسيل جروب اوف وان امينو اسيد وامينو جروب اوف انذر امينو اسيد. يعني لو عندي امينو اسيد اهو NH2CH شبكه فار COH ده امينو اسيد، وامينو اسيد تاني اهو NH2CH شبكه فار وهنا كاربوكسيل جروب. لو حبيت اعمل بيبتايد بوند ما بينهم ازاي؟ قال لك بشيل من كاربوكسيل جروب دي OH واشيل من الامينو جروب دي ايه H، واروح شابك الاثنين مع بعض بيبتايد بوند. قال لك ماشي يا سيدي، البيبسين هيكسر هذه البيبتايد بوند بس عنده شرط، يكون الامينو اسيد اللي داخل بالكربوكسيل جروب بتاعته في هذه البيبتايد بوند يكون اروماتيك امينو اسيد. زي مين؟ قال لك والله زي الفينايل الانين تيروزين تريبتوفان. طب لو ما كانش اروماتيك هل البيبسين يقدر يكسر هذه البيبتايد بوند؟ ما يقدرش. طب لو كان ده عادي بس ده اللي اروماتيك ينفع؟ لا برضو، لازم الكربوكسيل جروب تكون تخص اروماتيك امينو اسيد. يبقى اسمع تاني، البيبسين ده اندو ولا اكزو بيبتايديز؟ اندو بيبتايديز، يعني يكسر بيبتايد بوند من النص بس بشرط ايه؟ ذا كربوكسيل جروب اوف ويتش بيلونجز تو ايه؟ لا اسمه معايا، بيلونجز تو اروماتيك امينو اسيد. طيب ماشي الحال، ال HCl راح عامل انفولدنج والبيبسين راح مكسر البيبتايد بوند من النص يعني اندو بيبتايديز، والبيبتايد بوند دي تخص اروماتيك امينو اسيد. وبالتالي يا دكاتره البروتين الكبير اللي ما اكلته اتكسر نسبيا، اتكسر شويه ويتحول الى لارج بولي بيبتايد. وبكده انا خلصت الحاجات اللي بتطلع في الادلت، اتش سي ال وبيبسينوجين. البيبسينوجين بقول بالاتش سي ال بيبسين، في كمان حاجه اسمها اوتو كاتاليسيس فاكرها؟ البيبسين ينشط تحويل البيبسينوجين الى بيبسين اسمها اوتو كاتاليسيس، والبيبسين اشتغل اهو وكسر البروتين للارج بولي بيبتايد. قال لك في حاجه ثالثه تطلع في الانفنت. ايه الحاجه اللي بتطلع في الانفنت دي؟ قال لك اسمها رينين. اسمها ايه؟ رينين. الرينين ده بيعمل ايه؟ هسألكوا الاول سؤال دلوقتي، لو انا روحت البيت وشربت كوباية عصير وواحد صاحبي روح البيت معايا بالظبط بس اكل طبق رز، مين يقعد اكتر في الاستومك وفي الانتستين، كوباية العصير ولا طبق الرز؟ طبعا طبق الرز. كوباية العصير دي فلويد وبالتالي يحصل لها رابيد ايفاكيويشن، ما تقعدش فتره طويله في جسمي. اما الرز ده اسمه رز معمر. ليه معمر؟ عشان بيعمر جوه، بس مش معمر القذافي، لا لا لا، رز معمر بيقعد فتره طويله جوه الاستومك والانتست. طيب دلوقتي مين اعمل له ابزوربشن ودايجيشن احسن كده؟ الحاجه اللي بتقعد كتير ولا الحاجه اللي بتقعد بسرعه يحصل لها ايفاكيويشن؟ اللي بتقعد كتير. طب الانفان ده غلبان، الانفان ده بيرضع ايه؟ ملك. ملك ده فلويد ولا سوليد؟ طب ما كده هيحصل له رابيد ايفاكيويشن، مظبوط؟ هيحصل له رابيد ايفاكيويشن.
طيب ما الانفنت ما فيش سورس تاني ليه غير الميلك ده، لما يحصل له رابيد ايفاكويشن مش هعمله ديجيشن كويس ولا ابزوربشن كويس، يبقى الطفل ده الغلبان ده يستفيد ازاي؟ قال لك لا في حل. الحل ان الاستومك اوف ذا انفنت بيطلع انزيم اسمه رينين. الرينين ده يا جماعه بيروح شغال على الكازين اوف ميلك. الكازين اوف ميلك ده يا جماعه هو البروتين المتواجد في الميلك. الرينين يحول الكازين الى بارا كازين، والبارا كازين يروح شابك مع الكالسيوم ويدي حاجه اسمها كالسيوم بارا كازينيت، والكالسيوم بارا كازينيت دي اسمها ميلك كلوت. ميلك كلوت، عارفين طريقه عمل الجبنه ايه؟ الى ربات البيوت طريقه عمل الجبنه، انتوا بتاكلوا بس الجبنه لكن تعملوها لا، عارفين كده حليب لبن ماشي، وبعدين رجوا ايه وبتاع ايه؟ لا عشان اعمل جبنه يا جماعه بجيب الحليب واجيب قطعه من الاستومك بتاع يانج بوفاين. يانج بوفاين يعني عجل صغير مش زيكم ولا حاجه. المهم اجيب الاستومك اوف يانج بوفاين احطه في الحليب، الحليب يبقى جبنه. عارفين ليه؟ اصل ده الاستومك اوف يانج بوفاين فيها رينين، والرينين يا جماعه يتفاعل مع الكازين اوف ميلك يخليه بارا كازين، مع الكالسيوم يديني كالسيوم بارا كازين اسمها ميلك كلوت. الميلك كلوت هي الجبنه. هتاكلوا جبنه تاني؟ الميلك كلوت هي الجبنه. يعني انا بالرينين حولت الكازين اوف ميلك الكالسيوم بارا كازينيت، اتحول اللبن من الصوره الليكويد الى صوره سيمي سوليد. عملت ايه في الجاستريك ايفاكويشن؟ عملت لها ديلي، وبالتالي عملت الاو لمور تايم فور دايجيشن اند ابزوربشن اوف ميلك. الميلك قعد فتره اطول في الاستومك وفي الانتستين، اعمل له دايجيشن براحتي وابزوربشن براحتي. يبقى نقول تاني بقى، نقول تاني بقى، الرينين بيطلع في الانفنت ولا في الادلت؟ انفنت فقط لا غير. والرينين بيشتغل على الكازين اوف ميلك يخليه كالسيوم بارا كازينيت، والكالسيوم بارا كازينيت ده سيمي سوليد، وبالتالي الايفاكويشن بتاعه يبقى ابطا وقلاو مور تايم فور دايجيشن اند ابزوربشن. جميل خالص خالص كده، عرفنا الاستومك دورها في الدايجيشن ايه، بيطلع حاجتين اهو في الادلت وبيزيد عليهم الرينين في الانفنت، وفاينالي بقى البروتين عندي لارج بوليبيبتايد. المكان التاني اللي يحصل فيه دايجيشن هو الانتستين، والانتستين هلاقي فيه انزيم من اتنين او نوعين من الانزيمات. في نوع جاي من البنكرياس اسميه بانكرياتيك انزيمز، ونوع من الانزيمات جاي من الانتستين اسميه انتستينال انزيمز. مين هما البانكرياتيك انزيمز؟ قال لك والله البنكرياس بيطلع تريبسين، بس هو مش طالع تريبسين اكتف، طالع ايه؟ تريبسينوجين. تريبسينوجين، وكمان كايمو تريبسينوجين، وكمان برو الاستيز، هيبقى الاستيز بعد شويه، وكمان برو كاربوكسي بيبتايديز، هيبقى بعد شويه كاربوكسي بيبتايديز. يبقى البنكرياس طلع تريبسينوجين وكايمو تريبسينوجين وبرو الاستيز وبرو كاربوكسي بيبتايديز، نشوف هيحصل ايه. قال لك والله التريبسينوجين لما بيطلع من البنكرياس ويروح الانتستين يلاقي انزيم اسمه انتيرو كاينيز، اسمه انتيرو كاينيز، او ساعات اسميه انتيرو بيبتايديز، الاثنين صح. الانتيرو كاينيز او الانتيرو بيبتايديز يحول التريبسينوجين الى تريبسين ويطلع منه كده حته بوليبيبتايد اللي مغطي الاكتيف سايت، بقى التريبسين هو اكتيف. التريبسين ممكن ياكتيفيت نفسه بنفسه، وده بسميه اوتو كاتاليسيس، بقى عندي تريبسين بكميه كبيره. التريبسين كمان يروح عامل اكتيفيشن لكل البانكرياتيك انزيمز. التريبسين يعمل ايه؟ اكتيفيشن لكل البانكرياتيك انزيمز، يعني كايمو تريبسينوجين يتحول الى كايمو
والنبي اسمع كايموتريبسين. برو الاستيز يبقى الاستيز. برو كاربوكسي بيبتديز يبقى كاربوكسي بيبتديز. يبقى نقول تاني في انزيم في الانتستين اسمه انتيروكينيز، اسمه التاني انتيرو بيبتديز لتين واحد، بيحول التريبسينوجين لتريبسين، والتريبسين ياكتيفيت نفسه اوتو كاتاليسيس وياكتيفيت باقي البانكرياتيك انزيمز كايموتريبسينوجين يبقى كايموتريبسين، برو الاستيز يبقى الاستيز، برو كاربوكسي بيبتديز يبقى كاربوكسي بيبتديز. نشوف يعملوا ايه. قال لك والله التريبسين ده بيكسر بيبتايد بوند من الطرف ولا من النص؟ من النص. يعني اكزو ولا اندو؟ اندو بيبتديز. يبقى التريبسين ده انتو بيبتديز، بس قال لك ده سبيسيفيك فور بيبتايد بوند كاربوكسيل جروب اوف ويتش بيلونجز تو بيزك امينو اسيد. الكلام ده ام سي كيو، لازم اعرف كل انزيم متخصص في اي بيبتايد بوند. التريبسين متخصص في البيبتايد بوند كاربوكسيل جروب اوف ويتش بيلونجز تو بيزك امينو اسيد. هو البيبسين بيلونجز تو ايه؟ اروماتيك. البيبسين اروماتيك، اما التريبسين بيلونجز تو بيزك امينو اسيد. طيب جميل. طيب الكايمو تريبسين، قال لك الكايمو تريبسين بالظبط زي البيبسين، يعني بيكسر بيبتايد بوند كاربوكسيل جروب اوف ويتش بيلونجز تو ايه؟ اروماتيك. يبقى البيبسين زي الكايمو تريبسين، الاثنين يكسروا البيبتايد بوند الكربوكسيل جروب بتاعتها تخص اروماتيك امينو اسيد. طيب الالاستيز، قال لك الالاستيز برضه زيهم اندو بيبتديز. تريبسين كايموتريبسين الالاستيز كلهم اندو بيبتديز، لكن الالاستيز قال لك يكسر بيبتايد بوند كربوكسيل جروب اوف ويتش بيلونجز تو نان بولر امينو اسيد، يعني مش اسيديك ولا بيزك، نان بولر. طيب جميل. يقول لك يشتغل التريبسين والكايموتريبسين والالاستيز ويروحوا مكسرين اللارج بولي بيبتايد يخلوها سمول بيبتايد. اجي بقى على الكاربوكس بيبتاديز ومعاه بيساعدوا انتستينال انزيمز زي ايه؟ قال لك واحد اسمه امينو بيبتايديز، واحد اسمه تراي بيبتايديز، واحد اسمه داي بيبتايديز. دول كلهم انتستينال انزيم طالعين من الانتست نفسها. يا مؤمن الانزيم اسمه كاربوكسي، كاربوكسي بيبتايديز، ده بيكسر بيبتايد بوند من عند الكاربوكسيل اند. ده اكزو ولا اندو؟ طبعا اكزو. يبقى الكاربوكسي بيبتايديز يروح شايل الامينو اسيد اللي عند السي تيرمينس اللي عند الكربوكسيل اند، وعشان كده اسمه كربوكسي بيبتاديز، وبالتالي هو اكزو بيبتاديز. وما تنساش ده بنكرياتك، الكربوكسي بيبتاديز طالع من البنكرياس، هو بنكرياتك انزيم لكنه اكزو بيبتاديز. طيب امينو بيبتاديز يكسر البيبتايد بوند اللي فين؟ اللي عند الان تيرمينس. اصل اي بروتين يا جماعه لازم يكون ليه تو تيرميناي، واحده فيها فري كاربوكسيل جروب اسميها سي تيرمينس، والثانيه فيها فري امينو جروب اسمها امينو تيرمينس. الكاربوكس بيبتديز يكسر البيبتايد اللي عند الكاربوكسيل اند اللي عند السي تيرمينس، والامينو بيبتديز يكسر من عند الامينو اند من عند الان تيرمينس. يبقى الامينو بيبتديز ده اكزو ولا اندو؟ اكزو برضه. يبقى الكاربوكس بيبتديز يكسر من عند السي والامينو يكسر من عند الان، يفضلوا يكسروا من الطرف يكسروا من الطرف الى ان تصبح البروتين عباره عن ثلاثه امينو اسيد شابكين مع بعض. لما يبقى عندي ثلاثه امينو اسيد شابكين مع بعض اسمي ده تراي بيبتايد. مين يكسره؟ التراي بيبتايديز يكسره. هو التراي بيبتايديز ده يبقى اكزو ولا اندو؟ ما من هنا اكزو ومن هنا اكزو، طبعا اكزو. يكسر من هنا او من هنا ويشيل 1 امينو اسيد، يبقى عندي 2 امينو اسيد شابكين مع بعض اسميهم ايه؟ مين يكسرهم؟ الداي بيبتايديز يكسرهم. ده اكزو ولا اندو؟ طبعا اكزو، مفيش اندو خلاص. فيبقى بس امينو اسيد شابك لوحده كده مش شابك مع حاجه،
وبالتالي لو سألتك وقلت لك ايه الـ end product of protein digestion؟ أمينو أسيد. بالهنا والشفا يا جماعة. دكتور سليم، بس اول حاجه هو الاندو بيطلع الامينو اسيد كلها يعني من ناحيتين ولا من ناحيه بتاع البيبتايد بوند؟ مش بتاع الامينو اسيد، بتاع البيبتايد بوند. يعني بيطلع البيبتايد بوند بس من ناحيه واحده، مش بيطلع بقى الامينو اسيد. اما الناس دي بيبتايد بوند يا ابني ما بين السي او سي او وال ان اتش. مش عايز انت تعمل نفس السؤال بقى. احنا قلنا نان بولر امينو اسيد فلاور الاستيد، صح؟ طيب هو كاتب بس جلايسين وعلى لا اي اي نمبر رقم حتى اي نمبر رقم ما ينفعش برضه سيرين دول بورا فيهم اتش، يعني حاجات غير اسنيك والبيزك ميل البيل كله. يعني السيرين وال برانش او السيستين والحاجات دي كلها ما بينفعش، لازم اللي هي الجروب الاول اللي هو الالفاتيك سيد، يعني اي الفاتيك سيد. المهم نقول تاني بقى الدايجيشن بيحصل ازاي. قلت الدايجيشن بيحصل في استومك وفي انتستين. الاستومك بتعمل ايه؟ بتطلع حاجتين ادلت HCL وبيبسينوجين، وعليهم حاجه في الانفانت اسمها رينين. HCL ده سترونج اسيد، راح يعمل ديناتوريشن ويعمل انفولدنج للبروتين بقى لينير وسالف لاد. يجي الشيف سيل اوف ذا استومك بتطلع بيبسينوجين، بالHCL يبقى بيبسين، والبيبسين يكسر بيبتايد بوند من نص ولا من طرف؟ من نص. يعني اندو بيبتايديز واي بيبتايد بوند ولا واحده سبيسيفيك؟ ايوه الكربوكسيل جروب اوف ويش بيلونجز تو اروماتيك امينو اسيد. البيبسين يحول البروتين للارج بوليبيبتايد. في الانفانت يطلع رينين يشتغل على الكازين اوف ميلك، يحوله لبارا كازين مع كالسيوم، كالسيوم بارا كازينيت اسمه ميلك فلوت. حولت الميلك من صوره ليكويد لصوره سيمي سوليد، وبالتالي عملت ديلاي للجاستريك ايفاكيويشن، وعملت او خليت في مور تايم للدايجيشن والابزوربشن. في الانتستين عندي نوعين من الانزيمز، يا اما بنكرياتيك يا اما انتستاين. البنكرياتيك انزيم تريبسينوجين بينتيروكاينيز بقى تريبس، والتريبسين كمان يعمل نفسه اوتوكاتاليسيس ويأكتيفيت باقي البنكرياتيك انزيمز. كايموتريبسينوجين يبقى كايموتريبسين، برو الاستيز يبقى الاستيز، برو كاربوكسي بيبتاديز يصبح كاربوكسي بيبتاديز. نشوف كل واحد هيعمل ايه. التريبسين اندو ولا اكزو؟ اندو بيبتاديز ذا سبيسيفيك فور ذا بيبتايد بوند كاربوكسيل جروب اوف ويش بيلونجز تو بيزك امينو اسيد. طيب الكايموتريبسين زي وزي يعني اندو ولا اكزو؟ وسبيسيفيك فور بيبتايد بوند كاربوكسيل جروب اوف ويتش بيلونجز تو اروماتيك امينو اسيد. الاستيز الاستيز ده اندو بيبتاديز، سبيسيفيك فور ذا بيبتايد بوند كاربوكسيل جروب اوف ويتش بيلونجز تو نان بولر امينو اسيد. النان بولر هم الالفاتيك اسيد، كل الالفاتيك اسيد. طيب دول كلهم يا جماعه اندو، هتلاقيهم اتعلمنا عندك بيبسين وتريبسين وكايموتريبسين والاستيز كلهم اندو بيبتايديزز. في الام سي كيو يقول لك all of the following are اندو بيبتايديزز except، تبقى عارف مين اندو ومين اكزو. واشتغلوا على اللارج بولي بيبتايد خلوه سمول بيبتايد. هيشتغل بقى في الحاجات الاكزو بقى. الاكزو قال لك كاربوكسي بيبتايديز، اوعى تنسى ده بنكرياتيك. وفي انتستانال انزيمز امينو بيبتايديز تراي بيبتايديز داي بيبتايديز. الكربوكسي بيبتايديز بيكسر بيبتايد بوند من الطرف، من السي ولا ان تيرمينس؟ من السي يا واد، ان اسمه كربوكسي من السي تيرمينس. والامينو بيبتايديز يكسر من ان تيرمينس لغايه ما يبقى عندي ثلاثه امينوات الشبكين مع بعض اسمهم تراي بيبتايد. مين يكسرهم؟ تراي بيبتايديز. يبقوا داي بيبتايد. مين يكسرهم؟ داي بيبتايديز. يبقوا امينو اسيد. وكده انا هضمت البروتين، والاند برودكت اوف بروتين دايجيشن هو الامينو اسيد. جميل. عايزين بقى نعمل ابزوربشن. اكلنا بروتين بالهنا والشفا وهضمنا بالهنا والشفا، نمتص بقى الامينو اسيد اللي ناتج من هضم البروتين ده. الابزوربشن اوف امينو اسيد مهم جدا جدا جدا. يعني زمان في الكربوهيدرات والليبيد كان الابزوربشن ده حاجه سهله وبسيطه، يعني هنا لا، حاجه مهمه قوي. قال لك والله
انا بعمل absorption لامينو اسيد بطريقتين. اول طريقة بسميها الصوديوم dependent absorption، والطريقة الثانية اسمها glutathione dependent absorption او بسميها gamma glutamyl cycle. نبدأ بأول طريقة اللي اسمها sodium dependent absorption. لو رسمت لكم يا جماعة الكافيتي اوف ذا انتستين اهو، وقلت لكم دي الفيلاي اللي بتعمل absorption، دي فيلاس بتعمل absorption. البوردر بتاع الفيلاس المواجه للكافيتي بسميه براش ولا بيزل؟ براش بورد. والبوردر المواجه للبلاد فيسل اسميه ايه؟ بيزل بوردر. ودي اسميها انتستانال سيل او ميكوزا سيل. والاكل موجود هنا في الكافيتي اهو. باخد مقطع من الكلام ده وارسمه على البورد مكبر شويه. لو قلت لك ده الكافيتي اوف ذا انتستين يبقى البوردر ده اسمه ايه؟ براش. ولو قلت لك ده البلاد فيسل يبقى البوردر ده اسمه ايه؟ بيزل. ودي اسمها ميكوزال او انتستينال سيل. وانا عندي اهو امينو اسيد كتير قوي طالع من الدايجيشن اوف بروتين، عايز انقل هذا الامينو اسيد من الكافيتي اوف ذا انتستين اوديه للبلاد فيسل، يبقى انا كده عملت ابزوربشن. ازاي الكلام ده؟ قال لك والله بطريقه اسمها صوديوم ديبندنت ابزوربشن. عندي على البراش بوردر ترانسبورتر. الترانسبورتر ده فيه اتنين بايندينج سايت، واحد سبيسيفيك للصوديوم والتاني سبيسيفيك للامينو اسيد، يشبك في مكان صوديوم ويشبك في مكان امينو اسيد. الصوديوم يروح داخل من الكافيتي لجوه، من بره الخليه لجوه الخليه according ولا against the concentration gradient according. ما الصوديوم يا جماعه موجود اكسترا سيلر وتركيزه جوه قليل جدا، فالصوديوم يدخل من بره لجوه according وراح واخد معاه الامينو اسيد against the concentration gradient. هو الرسمه دي مرسومه فين؟ لا مش مرسوم. ترسمها طيب؟ لو عايز ترسمها ترسمها. هي خدنا شبهها بالظبط في الجلوكوز ابزوربشن زمان في الكربوهيدرات. شبهها بالظبط هي ايه؟ لو عايز ترسمها ارسمها. وياخد معايا الامينو اسيد اجينست. بس بعد شويه هلاقي تركيز الصوديوم جوه الخليه يزيد والترانسبورتر ده هيوقف. قال لك لا، لازم على البيزل بوردر اعمل حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب. تروح مطلع الصوديوم بره ودخل مكانه بوتاسيوم جوه، وده اكمبانيت باي هيدروليز اوف اي تي بي، يكسر لاي تي بي وبيقعد. يبقى الطريقه دي انا عشان اعمل بيها ابزوربشن دي ريكوايرز اي تي بي. مش بس كده، قال لك دي كمان ريكوايرز بي ال بي. هو ايه البي ال بي ده؟ قال لك البي البي احفظ اسمه بقى من دلوقتي، اسمه بايريدوكسال فوسفيت. ده فيتامين بي كام ده؟ ده بي 6. بص بقى الشابتر كله، الشابتر بتاع البروتين كله له علاقه وثيقه بالبي ال بي. البي ال بي في شابتر البروتين هقوله اكتر من 50 مره. مهم جدا. ادي اول حاجه عايزه بي ال بي الصوديوم ديبندنت ابزوربشن. عايزه اي تي بي وعايزه بي ال بي. موجوده فين الصوديوم ديبندنت ابزوربشن؟ قال لك موجوده في الانتستين طبعا عشان اعمل ابزوربشن، وموجوده في الكدني طبعا عشان اعمل ري ابزوربشن. يبقى السايت في الانتستين عشان اعمل ابزوربشن للامينو اسيد، وفي الكدني عشان اعمل ري ابزوربشن للامينو اسيد وما ينزلش في اليورين. بس في مشكله. قال لك والله الترانسبورتر ده اللي بينقل الامينو اسيد مش نوع واحد، ده مور ذان وان تايب. كل ترانسبورتر سبيسيفيك لمجموعه من الامينو اسيد. مثلا قال لك انا عندي ترانسبورتر سبيسيفيك لسمول نيوترال امينو اسيد. لسمول نيوترال
اللي هم الالفاتيك الساده بس صغيرين جلايسين والانين. والترانسبورتر سبيسيفيك فور اللارج نيوتر فالين ليوسين ايزوليوسين معاهم كمان تريبتوفان لو عايز اسمهم لارج نيوتر امينو اسيد. ترانسبورتر سبيسيفيك للاسيديك امينو اسيد انتوا عارفينهم مين ومين؟ ايوه اسبارتيت جلوتاميت. عايز واحد ذكي. ترانسبورتر سبيسيفيك للداي امينو اسيد سيستم. برافو عليك اكسل. الداي امينو اسيد يعني الامينو اسيد اللي فيهم اتنين امينو جروب. طب ما تقول يا عم بيزك، ما البيزك فيهم اتنين امينو. قال لك اه بس في واحد فيه اتنين امينو ومعاه اتنين كربوكسيل فمش بيزك اللي هو مين؟ سيستين. الترانسبورتر ده بينقل البيزك امينو اسيد ومعاهم السيستين. طب لو قلت بيزك مش صح، فعايز اقول البيزك والسيستين فسميته ترانسبورتر فور داي امينو اسيد يعني اي حاجه فيها اتنين امينو واللي فيهم اتنين امينو وواحد كربوكسيل دور بيزك واللي فيه اتنين امينو واتنين كربوكسيل ده السيستين. فهمتوا ازاي؟ ترانسبورتر ده مهم قوي وفي امراض كتير هاخدها نتيجه بوظان هذا الترانسبورتر. فاحفظوا ترانسبورتر سبيسيفيك للداي امينو اسيد اللي هم البيزك لايسين ارجينين هيستيدين ومعهم السيستين. رقم خمسة قال لك ترانسبورتر للامينو اسيد. مين هم الامينو اسيد؟ عمر بس يعني عشان بس وقت ال البي بس تانية البي تانية في البي لو في اي سؤال يا جماعه بيرسونال يعني السؤال اللي يتسال لكل الناس تستفيد منه، لكن لو حاجه بيرسونال يعني بعد ما نخلص بس ما نضيعش وقت الناس. يبقى الطريقه دي اسمها صوديوم ديبندنت ابزوربشن. موجوده فين؟ بقول في الانتستين وموجوده كمان في الكيدني. قلت ريكواير اي تي بي وريكواير بي ال بي عن ترانسبورتر لاثنين بايندنج سايت. الصوديوم واحد والامينو اسيد الثاني. صوديوم دخل من بره لجوه اكوردنج خد معاه الامينو اسيد اجينست على الناحيه الثانيه. عندي صوديوم بوتاسيوم بامب طلع الصوديوم وادخل بوتاسيوم وتحافظ تركيز الصوديوم جوه السيل قليل عشان اكمل في دخول الصوديوم مع الامينو اسيد. السكندري اكتف ترانسبورت زي الجلوكوز بالظبط. الترانسبورتر في منه انواع، في نوع اسمه سمول نيوترال ونوع للارج نيوترال، نوع للاسيديك ونوع للداي امينو ونوع للامينو. اوعى تنسى انها ريكواير اي تي بي وريكواير بي ال بي. ودي اول نوع اعمل بي ابزوربشن للامينو اسيد اللي اسمه صوديوم ديبندنت ابزوربشن. النوع الثاني اسمه جلوتاثيون ديبندنت ابزوربشن او بسميه جاما جلوتامين سايكل. اخر سطر في الكلام اللي عندك هتلاقي يعني ايه جلوتاثيون. جلوتاثيون از جاما جلوتاميل سيستينيل جلايسين. لازم تحفظ الكلام ده. الجلوتاثيون اسمه جاما جلوتاميل سيستينيل جلايسين والطريقه اسمها جلوتاثيون ديبندنت ابزوربشن. اكتب ريتن ده اول سؤال ريتن في الشابتر. بتيجي تجيب انا اكونت على الجلوتاثيون ديبندنت ابزوربشن وبتسال اورال كتير قوي بيحبوها قوي دي. يعني ايه جاما جلوتاميل سيسترين جلايسين؟ قال لك والله الجلوتاثيون ده ترايب بتايب مكون من ثلاثه امينو اسيد. الجلو بتاع الجلوتاثيون دي فور جلوتاميل والسايو يعني سلفر. والسايو دي قصدي بيها السلفر بتاع السيستين. والان قال لك بتاع الجلايسين. فهم ثلاثه امينو اسيد منهم الاسم جلوتاثيون. جلو يعني جلوتاميل وسايو يعني سيستين وان بتاع الجلايسين. جلوتاميت سيستين جلايسين شبكين مع بعض بس بالراحه عليا. ما كنت قلت جلوتاميل سيستينيل جلايسين لازمتها ايه الجاما دي؟ ايه جاما جلوتاميل سيستينيل جلايسين؟ اصل الجلوتاميت يا جماعه ده اسيديك ولا نيوترال امينو اسيد؟ اسيديك. في اتنين كربوكسيل جروب، في كربوكسيل جروب شبكه في الالفا كربون
اسمها الفا كاربوكسيل. وفي كاربوكسيل جروب كافي الجاما كاربون اسمها جاما كاربوكسيل. قال لك السيستين شابك في الجاما كاربوكسيل، وعايز اقول لك ان ده شابك في الجاما مش في الالفا، فروحت مسميه جاما جلوتاميل سيستينيل جلايسين. يبقى جاما ليه؟ لان السيستين شابك في الجاما كاربوكسيل وليس في الالفا. جميل جدا جدا جدا. انا بعمل بقى ابزوربشن للامينو اسيد باستخدام الجلوتاسيون اللي هو الجاما جلوتاميل سيستين جلايسين. عايز اعرف ازاي؟ هرسم لكم الرسم وركز معايا. والله انا هرسم ده وده السيل ميمبرين بتاع الخليه او البراش بوردر بتاع الانتستين. عايزين بس نمسح شويه عشان نكبرها شويه عشان تشوفوها. فنمسح الكلام ده كده. اهو يا جماعه ده البراش بوردر بتاع الانتستين او السيمبر بتاع الخليه، وده اهو البيزر بوردر. الجاما جلوتاميل سيسترين جلايسين اسمه جلوتاسيون، والطريقه اسمها جلوتاسيون ديبندنت ابزوربشن. لو قلت لك موجوده فين هقول في الانتستين. ليه؟ عشان اعمل ابزوربشن للامينو اسيد. وفي الكيدني ليه؟ عشان اعمل ري ابزوربشن للامينو اسيد. وفي البرين ليه؟ حد بيفكر يقول لي ليه البرين والبراد برين بارير في صوديوم ديبندنت ابزوربشن؟ ده من وانا صغير قوي يقول لي الخلايا العصبيه لا تتجدد وما يفنى منها لا يعوض، صح؟ طب انت عايز امينو اسيد يدخل البرين ليه وانت اصلا مش بتبني نيرف سيل؟ انرجي. لا يا راجل، ما البرين خدناه ما يحتاجش جلوكوز. مش خدنا الكلام ده؟ ايه مفيش تجديد ليها، ما يفنى لا يعوض. سي اس اف ايه يا راجل؟ اكسلنت، برافو عليك برافو عليك يا جماعه. البرين ده مش بيطلع فيه حاجه اسمها نيورو ترانسميترز، والنيورو ترانسميترز جايه من الامينو اسيد. مش البرين ده فيه جلاند اسمها بيتويتري بتطلع هرمونز، والهرمونز دي جلايكوبروتينز عشان ابنها عايز امينو اسيد. يبقى الامينو اسيد يدخل البرين وما تستغربش. مش ببني بيه تيشوز، البرين تيشو ما بيتجددش، لكن عشان ابني بيه نيورو ترانسميترز وكمان عشان ابني بيه الهرمونز اللي بتفرزها البيتويتري. يبقى موجوده اهو كيدني وانتستين وبرين. تشتغل ازاي؟ قال لك عندي اهو امينو اسيد عايز انقله وادخله على البلد. ازاي؟ قال لك الامينو اسيد يعدي اهو السيل ميمبرين او البراش بورد، يلاقي مستنيه جلوتاسيون، وبقول تاني جلوتاسيون يعني جلوتاميت شابك في سيستين شابك في جلايسين. هيحصل ايه؟ قال لك بص بقى، الامينو اسيد يتشال على الجاما جلوتاميت، الامينو اسيد يتشال على الجاما جلوتاميت ويديني جاما جلوتاميل امينو اسيد. لما تقول جلوتاميل امينو اسيد وتخلص، ليه جاما؟ اصله متشال على الجاما كربوكسيل. اصل في اتنين كربوكسيل، الفا وجاما. الامينو اسيد شابك في الالفا ولا في الجاما؟ في الجاما، فاسميه جاما جلوتاميل امينو اسيد. لما عندي جلوتاميت سيستين جلايسين خدت منهم جلوتاميت، يتبقى ايه؟ سيستين شابك في جلايسين، فاهو هيتبقى سيستين شابك في جلايسين. وخدت اهو الجاما جلوتاميت وشال الجاما جلوتاميت امينو اسيد وعمل جاما جلوتاميل امينو اسيد. يقول لك الامينو اسيد ترانسبورتد من البراش للبيزال بوردر محمولا على الجاما جلوتاميت، الجاما جلوتاميت يشيله ويوصله لغايه البيزر بوردر، عند البيزر بوردر يسيبه، يبقى عندي امينو اسيد لوحده. قال لك لما الجاما جلوتاميت يسيب الامينو اسيد، قال لك يحصل له سايكلايزيشن، اول كربونه تروح شابكه في اخر كربونه ويعمل رينج. الرينج بتاعه اسميه اوكسيبرولين. تاني جاما جلوتاميل امينو اسيد
ساب الامينو اسيد خلاص سابه يروح الجاما جلوتاميت حاصل له سايكلايزيشن وخمس كربونات كربون رقم 5 تروح لفه وشبكه في كربون رقم 1 فعملت رينج الرينج دي ما ينفعش اسميها جاما جلوتاميت اسميه اوكسي برولين الامينو اسيد يروح معدي اهو على البلد ويروح البورتال سيركوليشن ماشي بس انا كده عملت ابزوربشن لوان امينو اسيد واستخدمت وان جلوتاثيون طب ما بعد شويه هيخلص الجلوتاثيون ولسه في امينو اسيد كتير عايز اعمل لها ابزوربشن يبقى لازم يكون عندك طريقه تعمل بيها ريجينريشن للجلوتاثيون قال لك اه ازاي اعمل ريجينريشن للجلوتاثيون قال لك والله الاوكسي برولين ده بانزيم اسمه اوكسي برولينيز اسمه ايه يا معلم يدخل اي تي بي يطلع اي دي بي وبي اي اوكسي برولينيز يروح فاكك الرينج ومرجعه تاني جاما جلوتاميت او اسمي جلوتاميت حبه عاد الاثنين دلوقتي ينفع يبقى الاوكسي برولينيز يروح فاكك الرينج تاني ومرجعه جلوتاميت طيب بعدين قال لك الجلوتاميت اروح جايب له سيستين منين يا عم قال لك ما هو سيستين شبك في جلايسين اخد السيستين واشبك السيستين في جلوتاميت واعمل سيستينيل او اسميه جلوتاميل سيستين احسن واعمل جلوتاميل سيستين ده محتاج معاه اي تي بي يدخل اي تي بي ويطلع اي دي بي بلس بي اي ومحتاج كمان بي ال بي يبقى شبكت الجلوتاميت بتاعي في السيستين وعملت جلوتاميل سيستين هو الجلوتاميل سيستين ده بقيله ايه ويبقى جاما جلوتاميل سيستين جلايسين جلايسين اجيبه منين ما عندك اهو مستني اهو خد الجلايسين كمان من هنا وهيدخل برضو اي تي بي يطلع اي دي بي وبي اي ومحتاج بي ال بي واشبك الجلايسين في الجلوتاميت والسيستين فيديني جاما جلوتاميل سيسترين جلايسين اللي هو مين؟ جلوتاثيون الانزيم اللي يبني جلوتاثيون اسميه جلوتاثيون سنسيتيز واللي يبني جلوتاميل سيستين اسميه جلوتاميل سيستين سنسيتيز هقول تاني عايز اعمل ابزوربشن للامينو اسيد بالطريقه اللي اسمها جلوتاثيون ديبندنت ابزوربشن او اللي اسمها جاما جلوتاميل سايت السايت فين قال لك موجوده في الانتستين طبعا عشان اعمل ابزوربشن وفي الكيدني طبعا عشان اعمل ري ابزوربشن وفي البرين عشان اعمل نيورو ترانسميترز وبيتوتري هرمون تحصل ازاي عندي سيل ميمبرين بتاع الخليه او اسميه براش بورد وبيزل بورد الامينو اسيد عدى البراش لا فوش جلوتاثيون جلوتاميت مع سيستين مع جلايسين مين يتبرع ويشيل الامينو اسيد جلوتاميت على الفا ولا جاما كربوكسيل ويبقى اسمه جاما جلوتاميل امينو اسيد الجاما جلوتاميت تشيل الامينو اسيد من البراش لغايه البيز عند البيزا تروح سايبه الامينو اسيد والامينو اسيد معدي يروح الدم ويبقى عندي جاما جلوتاميت لوحدها بس حصل لها سايكلايزيشن ويبقى اسمها ايه اوكسيبرولين يعني امينو اسيد واحد استهلكت له واحد جلوتاثيون طب ما هيخلص ما محدود قليل يبقى لازم ارجعه تاني لازم اعمل ريجينريشن مره تانية للجلوتاثيون ازاي اشبك جلوتاميت سيستين وجلايسين يحصل لك او يطلع لك جلوتاثيون والله الاوكسيبرولين بانزيم اسمه اوكسيبرولينيز احتاجت 1 اي تي بي بقى عندي جلوتاميت جلوتاميت مع سيستين يديني جاما جلوتاميل سيستين ودخل اي تي بي طلع اي تي بي وبي اي ومحتاج بي ال بي والانزيم اسميه جلوتاميل سيستين سنسيتيز سنسيتيز عشان احتاجت اي تي بي الجلوتاميل سيستين ده ناقص له ايه عشان يبقى جلوتاثيون ناقص له جلايسين اروح جايب له جلايسين ومدخل اي تي بي ومطلع اي تي بي وبي اي ومحتاج برضه بي ال بي يديني جاما جلوتاميل سيستين الجلايسين اللي هو جلوتاثيون دكاتره
انا عشان اعمل جاما جلوتاميل سايكل واحده احتجت كام اي تي بي؟ 3 اي تي بي، 3 واحده في الاوكسيبرولينيز وواحده في الجلوتاميل سيستين سنسيتيز وواحده في جلوتاثيون سنسيتيز. يبقى السايكل الواحده محتاجه 3 اي تي بي، وهناك في الصوديوم ديبندنت ابزوربشن كان محتاجه كام اي تي بي؟ 1. مين احسن ومين افضل ومين موست رابيد؟ الرابيد والثاني الصوديوم للمستقبل الجاما جلوتاميل سايكل، مع ان الجاما جلوتاميل سايكل بتستهلك اي تي بي اكتر ولكنها الموست امبورتنت والموست رابيد. فاقول لك مين افضل في الابزوربشن ومين اعتمد عليه اكتر؟ الجاما جلوتاميل سايكل مع انها تستهلك اي تي بي اكتر. لا الطريقه دي اسرع، الطريقه الثانيه اللي فيها ترانسبورتر وفيها صوديوم بوتاسيوم بام فيها كذا حاجه لازم تحصل، فالثانيه سلو لكن دي رابد. لا دي رابد عندك. يبقى لو سالني يا جماعه مين افضل ومين موست رابد؟ الجاما جلوتاميل سايكل، مع العلم بانها تستخدم اي تي بي اكتر. خلي بالك كمان السايكل دي محتاجه انزيم اسمه جاما جلوتاميل ترانسفريز. الجاما جلوتاميل ترانسفريز ده بيترانسفير الجاما جلوتاميت من الجلوتاثيون يشبك فيه الامينو اسيد ويعمل جاما جلوتاميل امينو اسيد. لو قال لك السايكل دي محتاجه الانزيم اللي اسمه جاما جلوتاميل ترانسفريز، محتاجاه. دكاتره اقول تاني الجاما جلوتاميل سايكل؟ اللي عايزها ما يكسفش يرفع ايده. محدش عايزها خالص؟ ترانسفريز. الجاما جلوتاميل ترانسفريز ده انزيم بيشيل الجاما جلوتاميت من الجلوتاثيون يشبكه في الامينو اسيد ويعمل جاما جلوتاميل امينو اسيد، يعني بيعمل اول خطوه. فالسايكل دي محتاجه جاما جلوتاميل ترانسفريز. يبقى عندي طريقتين للابزوربشن، صوديوم ديبندنت ابزوربشن وجاما جلوتاميل سايكل. وخلي بالك الجاما جلوتاميل سايكل محتاجه برضه بي ال بي. يبقى كل انواع الابزوربشن اوف امينو اسيد محتاج بي ال بي، سواء كان صوديوم ديبندنت ابزوربشن وسواء كان جاما جلوتاميل سايكل. باي توكسيل فوسفيت باي توكسيل فوسفيت فيتامين بي 6 اوكسيكولين بس مش مهم خالص، مش مهم خالص. اعرف بس ان اول كربونه مع خامس كربونه تعمل رينج، لكن ازاي مش عارفه خالص. دكتور هو جلوتاثيون ده بروتين صح؟ لا ترايب تايب بروتين ده اكتر ما تفسير او بس، لكن اوصفه هو ترايب تايب. سيادتك اكلت بالهنا والشفا وهضمت بالهنا والشفا وامتصيت بالهنا والشفا. نروح بالهنا والشفا؟ لا. عايز نعرف ايه الفيت اوف ابزوربد امينو اسيد؟ لسه بدرس. ايه الفيت اوف ابزوربد امينو اسيد؟ قال لك الامينو اسيد اللي ابزوربت مع الامينو اسيد اللي سينثسايزد انسايد ذا بودي. سينثسايزد هو انا ممكن اصنع امينو اسيد في جسمي نون اسينشال، مع الامينو اسيد اللي ريزالتنج فروم بروتين كاتابوليزم. ما لما بكسر البروتين في جسمي بيطلع امينو اسيد. بص بقى الابزوربت امينو اسيد والامينو اسيد اللي سينثسايزد في جسمي واللي ريزالتنج فروم بروتين كاتابوليزم، الثلاثة يجمعوا مع بعض ويعملوا كومون امينو اسيد بول. يعني ايه بول؟ بركة وعمال سباحة. يبقى الامينو اسيد اللي ابزورب مع اللي سينثسايزد في جسمي مع اللي ريزالتنج فروم بروتين كاتابوليزم يتجمعوا ويعملوا كومون امينو اسيد بول. هذه الامينو اسيد بول مصيرها ايه؟ قال لك والله يا اما كاتابوليك اكسرها يا اما انا بوليك ابني بيها. كاتابوليك هكسرها ازاي؟ لو قلت لك ايه الحاجه المميزه للامينو اسيد تقول لي ايه؟ اكتر حاجه مخليني اقول ده امينو اسيد امينو جروب. في امينو جروب عشان في امينو جروب يبقى اسمه امينو اسيد. طب لو انا عايز اتخلص من هذا الامينو اسيد اول حاجه اشيلها ايه؟ الامينو جروب واشيلها في صوره امونيا. فقال لك والله لو هعمل كاتابوليزم
ليه الامينو اسيد هكسره؟ هطلع منه الامينو جروب في صورة امونيا، وباقي الامينو اسيد يبقى اسمه الفا كيتو اسيد. يبقى اسمه ايه؟ هكسر يا جماعة. الامونيا مصيرها في جسمي تتحول لحاجة اسمها يوريا، واليوريا من اسمها تنزل فين؟ في اليوريا. الالفا كيتو اسيد يا احوله الجلوكوز، فاسم الامينو اسيد يبقى اسمه جلوكوجينيك، يا احوله كيتون بادز فيبقى اسمه كيتوجينيك، يا اعمل بيه جلوكوز وكيتون بادز فيبقى اسمه ميكس. وده التكسير. يبقى كاتابوليك بقى هكسر الامينو اسيد، هكسره يبقى لازم اشيل منه الامينو جروب، يبقى امونيا، والامونيا تبقى يوريا. في اليوريا لما اشيل من الامينو اسيد امينو جروب بقيته يبقى اسمه الفا كيتو اسيد. الفا كيتو اسيد يا اعمل بيه جلوكوز فهسمي الامينو اسيد ده جلوكوجينيك، يا اعمل بيه كيتون بادي فهسميه كيتو جينيك، يا اعمل بيه الاثنين فهسميه ميكس. كسرت. طب لا مش هكسر بقى، انا عايز ابني بيه حاجات. ايه هو الانابوليك فيت؟ قال لك والله بقى ابني زي ما انت عايز. عايز ابني التشو بروتينز. تشو بروتينز، تعمل هرمونز، تعمل ميلك، كل ده تعمل سيل ميمبرين، تشو بروتينز. وعايز ابني البلازما بروتين، البومين، جلوبولين، فايبرينوجين، بروثرومبين، ابنيهم منين؟ من الامينو اسيد اللي في الدم. عايز ابني انزيمات، عايز ابني هرمونات. ما تنسوش all enzymes and many hormones are protein in nature. عايز ابني جلوتاسيون. مدرات امينو اسيد، جلوتاسيون، سيستين، جلايسين، جايين منين؟ من الامينو اسيد بوري اللي في جسمي. عايز ابني ادرينالين. هناخد ان الادرينالين ده جاي من التيروزين. عايز ابني ثايرويد هرمون، برضو جاي من التيروزين. طيب لو عايز ابني مركبات اسمها بيورينز وبايريميدينز، وظيفتهم ايه دول؟ تصنيع الدين. يبقى كل ده يا جماعه انابوليك فيت. كل الحاجات دي حاجات ببني بيها واستخدم الامينو اسيد في هذا البناء. ببني تيشو بروتين، ابني بلازما بروتين، ابني انزيمز، ابني هرمون، ابني جلوتاثيون، ادرينالين وثايرويد هرمون وبيورينز وبايريميدينز. كل ده انابوليك فيت لامينو اسيد. شكرا. اخر حاجه هنقولها لسه باقي 5 دقايق على السكشن. لا والله انتوا مش هتكفي. اذا كان بالظبط دلوقتي 12 ل 5، هقول ان شاء الله بيكفي بيكفي. خلاص اشوفكم ان شاء الله يوم الاحد الساعه 10:30. الحصه دي تتعاد بكره الساعه 1:30، ومعادنا ان شاء الله الاحد 10:30. لو تناجي كان في الساعة 9. طيب الساعة 9 وانا متفقين معاه من زمان، معاد ده من سنتين اولين. يبقى معادنا الاحد 10:30 ان شاء الله، والحصة دي تتعاد بكرة الساعة 1:30. في الدم. كل الدم الامينو اسيد اللي في الدم اسمها كومن رقم 4. كل الدم. دكتور معلش الجلوتامين والجلايسين والسيستين. بص لو ارسم لك الفيتامين رمضان بشوف غير الاستورج كده، بس الاستورج بس ليه؟ يا حد الحاجات دي يا جماعه.